ضمن عملية تأمين الجنوب التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة لاستتباب الأمن وفرض هيبة الدولة ومنع أي اعتداء خارجي، أكدت شعبة الإعلام الحربي قيام سلاح الجو بطلعات جوية مكثفة لاستطلاع كافة مناطق الجنوب ورصد أي تحركات مشبوهة. هذا وأكدت شعبة الإعلام الحربي عن غرفة العمليات أنها ستتعامل مباشرة بالذخيرة الحية وفق التعليمات الصادرة إليها مع أي هدف يشكل تهديدا لليبيا وأمنها وسلامة أراضيها.